في هذه اللحظة في الحفل الكريمة تمت انطلاقة الشوط السادس والعشرون في سباق هذا اليوم، الشوط الثالث لفئة الجعدان من مسافة 1200 متر، اللي في أول المراكز هذا الشهم لسيد محمد بن سعيد بن قحيز في أول المراكز، في ثاني المراكز من الجانب الأيمن هذا مسافر لسيد غانم بن راشد العلي المعضيد في هذه اللحظات مع مسافر في ثاني المراكز، ثالث المراكز وسلل مباشرة إلى أول المراكز الشقب لسيد فهد بن بخيت بن قريع، هذا هو بن قريع أيها الحفل الكريم وسلل في هذه اللحظات، هذا هو فهد وقف زعك الفهد على المركز الأول والناموس، هذا هو أيها الحفل الكريم الشقب لسيد فهد بن بخيت بن قريع عم اللي في ثاني المراكز في هذه اللحظات، هذا هم غادر لسيد خالد بن ملحان الشمري في ثاني المراكز، ثالث المراكز هذا هو شهم لسيد محمد بن سعيد بن قحيز، ولكن أيها الحفل الكريم كما تشاهدون في هذه اللحظات هذا هو الشقب لسيد فهد بن بخيت بن قريع المري في هذه اللحظات، ما شاء الله تبارك الله على هذا الأداء على الشقب الذي انتزع المركز الأول في هذه اللحظات لسيد فهد بن بخيت بن قريع المري في هذه اللحظات انتزع المركز الاول، وهذه تهنئه موصوله لك من السيد علي بن عبد الهادي البريدي، يهنيك على هذا الفوز، فوز الفهد بالمركز الاول والناموس، اما اللي في ثاني المراكز وصل مغادر لسيد خالد بن ملحان الشمري، وفي ثالث المراكز وصل متعب لسيد هادي بن زيد الشراب، في ثالث المراكز تهانينا والناموس للاخوه الفائزين، التوقيت الزمني لهذا الشوط دقيقه 45 ثانيه 43 جزء من الثانيه، تهانينا والناموس للاخوه الفائزين.